المساهمة الفاعلة في النهضة باقتصاد المعرفة الوطني والوصول إلى مجتمع حيوي مزدهر من أهداف جامعة شقراء الاستراتيجية النابعة من رؤية المملكة 2030. ولتحقيق هذه الأهداف تطلق عمادة البحث العلمي مبادرة البحث والابتكار المجتمعي دعماً للأبحاث العلمية التطبيقية التي تسهم في تقديم حلول ابتكارية اجتماعية وإنسانية لقضايا المجتمع المحلي. وتهدف المبادرة إلى تحديد قضايا المجتمع التي تحتاج إلى دراسات وأبحاث علمية، تحسين الوعي بأبحاث السياسات والتشريعات القائمة على الأدلة والشواهد، بناء ثقافة بحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية، تحفيز التعاون والعمل الاجتماعي بين العاملين في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الأخرى، تخفيف العبء عن منشآت المجتمع من خلال إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا، ولتحديد القضايا الأكثر إلحاحاً وأهمية. حصرت الجامعة أكثر من 50 جهة ذات علاقة بالمجتمع ضمن النطاق الجغرافي لجامعة شقراء، ووجهت الدعوات للجهات المعنية لتعبئة الاستبانة الخاصة لحصر أبرز الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة، ثم أعلنت عن القضايا عبر إطلاق المبادرات اللازمة لعلاجها. والقضايا التي تحتاج إلى دراسة هي الاحتياجات التنموية للطفل والمرأة وكبار السن، الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للعودة إلى الجريمة، الإعلام الجديد وتأثيراته الثقافية والاجتماعية، منصات التواصل الاجتماعي مثلاً، قضايا التطرف والأمن الفكري، الاقتصاد البيئي وقضايا التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية. وتعمل عمادة البحث العلمي واللجان المختصة على المراجعة الدورية والتحديث المستمر لهذه القضايا وفقاً لما يستجد من متغيرات وما يرد لها من قضايا ترى ضرورة دراستها.